بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن فرغنا من تفسير الآيات السابقة من قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم إلى قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فالآن في هذه الحلقة وما بعدها نبين ما تيسر لنا من فوائد هذه الآيات وما فيها من أحكام. يؤخذ من هذه الآيات بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله سبحانه جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على الخلق الحسن الذي به يتعامل مع المدعوين. وقد قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وتقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي أنه يعمل بما في القرآن. وهذا يقتضي من المؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، حسن التعامل مع الناس، ولا سيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك سبب لتقبل الدعوة. ويؤخذ من هذه الآيات بيان ما ينبغي أن يتحلى به الدعاة إلى الله تعالى بأن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعاملوا مع الناس بالخلق الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، أي كلاما طيبا. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية الشورى في الإسلام، والشورى معناها طرح المشكلة، طرح الأمور المشكلة على أهل الرأي والحنكة لأجل معرفة الصواب فيها، تتشاور تعاون. وإذا حصلت الشورى فإنه حري أن يهتدوا إلى الصواب. والشورى في الإسلام معروفة، الله جل وعلا قال لنبيه وشاورهم في الأمر، وقال جل وعلا في مدح المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. فالشورى لها مكانة عظيمة في الإسلام، لكنها تكون مع أهل الرأي وأهل التجربة وأهل الخبرة، لأن هذا أحرى إلى الوصول إلى الصواب. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذلك بعد الأخذ بالأسباب النافعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ويقول سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما جاء في هذه الآيات. ويؤخذ منها وصف الله تعالى بالمحبة، وأنه يحب عباده المؤمنين
حبة تليق بجلاله سبحانه، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين. فالله يوصف بالمحبة وهي صفة فعلية، وكذلك فيها أنه يوصف بالرضا ويوصف بالسخط. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ فالله يرضى سبحانه وتعالى ويغضب ويسخط، وهذه صفات ثابتة له سبحانه وتعالى في كلامه سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبتها لله عز وجل كما جاءت من غير أن نتأولها بغير معانيها أو أن نفوض معانيها إلى الله كما يقوله المفوضة، فإنما نؤمن بها ونعتقد ما دلت عليه من صفات الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله سبحانه. يؤخذ من هذه الآيات أن النصر من الله سبحانه لا من غيره، وفيها بيان أسباب النصر، وذلك باتباع أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه ومحبة له سبحانه وتعالى. هذه أسباب النصر، مع أخذ الأسباب المباحة التي أمر الله باتخاذها. يؤخذ من هذه الآيات تحريم الغلول، وهو الأخذ من المغانم بدون إذن ولي الأمر، أو كتمان شيء مما يغنمه المجاهد ولا يضعه مع المغانم بل يخفيه لنفسه، هذا هو الغلول المحرم وهو من الكبائر. وفيها تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول، لأنه صلى الله عليه وسلم منزه عن كل المخالفات الشرعية، والغلول من باب أولى لأنه من كبائر الذنوب. ويؤخذ من هذه الآيات أن الجزاء يوم القيامة يكون بالأعمال خيرا أو شرا، فيجب على المسلم أن ينظر في عمله فيما دام على هذه الدنيا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فينظر في عمله لأنه سيجازى به يوم القيامة، إن كان خيرا جوزي بالخير وإن كان شرا جوزي بالشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.